بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم قصتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل مصل الشباب الدايم أو سيروم الشباب الدايم، وصفة سحرية هتحافظ على شباب بشرتك، هتكون مضادة للشيخوخة لأنها بتقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبتكون علاج فعال للترهلات، كمان بترطب بشرتك جدا. الوصفة دي لما تجربيها مش هتستغني عنها أبدا. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. أنا هحتاج بقى لنبات الصبار الطبيعي، وده بيكون شكله. أول حاجة بقى لما بنيجي نقطع نبات الصبار الطبيعي ده بنلاحظ إن هو بينزل سائل أصفر. السائل الأصفر ده بيسبب حساسية للجلد، فلازم نتخلص منه تماما. فاحنا هنسيب بقى الصبار يصفي السائل الأصفر ده لمدة ساعتين أو 3 ساعات لغاية ما يصفيه تماما، وبعد كده نغسله بالمية. بعد بقى ما سبت الصبار مدة كافية لغاية ما اتخلص من السائل الأصفر تماما، أنا هنا غسلته بقى بالمية ونشفته كويس جدا. بعد كده بقى وباستخدام السكينة هبتدي اتخلص من الشوك اللي في الجوانب، بشيل بقى الشوك بالشكل ده. بعد بقى ما شلت الشوك من الجوانب بالشكل ده هبتدي بقى باستخدام السكينة اقشرها، هشيل القشرة الخضراء دي بس، هشيل قشرة بسيطة جدا. انا قشرت بقى الصبار بالشكل ده، وطبعا القشور دي انا مش برميها لان بيبقى فيها برضو جل الصبار بيكون مفيد جدا، بتمسحيها على البشرة وكمان على الشعر لغاية ما بيخلص الجل اللي موجود فيه علشان تستفيدي بكل حاجة في الجل ده لأنه بيكون مفيد جدا. بعد كده بقى باخد قطعة الصبار دي وبحطها في الخلاط وبخلطها من غير إضافة أي مية، وبعد كده بصفيها بمصفى سلك تكون ضيقة جدا، أو ممكن أصفيها بقطعة من القماش أو الشيش، ده بيكون بقى شكل جل الصبار بعد ما خلطته وصفيته. لو مش حابة بقى إنك تستخدمي الخلاط ممكن تجيبي بقى قطعة الصبار دي وتقسميها 2، وباستخدام السكينة أو المعلقة أو شوكة تبدأي تسحبي جل الصبار، هيخرج معاكي بنفس الشكل ده من غير استخدام الخلاط. تقدري بقى تختاري الطريقة اللي تناسبك، تستخدمي الخلاط أو تستخدمي المعلقة أو السكينة أو الشوكة، المهم إن احنا بناخد كمية صغيرة جدا من الجل، مش بناخد كمية كبيرة، حوالي 2 أو 3 معالق بس من جل الصبار. بيخرج بقى معايا ناعم بالشكل ده، وهي دي الكمية اللي أنا محتاجاها. المكون اللي هضيفه بعد كده هتكون معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، وزيت اللوز الحلو ده من اروع الزيوت اللي بتفتح البشره جدا وبتبيضها، وبتخلصك من البقع البنيه الداكنه والتصبغات الجلديه، وبيرطب البشره الجافه، وكمان بيكون مناسب لجميع انواع البشره. هضيف بقى دلوقتي اول مكون على جل الصبار، وهي معلقه كده من زيت اللوز الحلو. انا هحتاج لمعلقه من زيت جوز الهند، وزيت جوز الهند الاصلي هو اللي بيكون متماسك بالشكل ده، وزيت جوز الهند من افضل الزيوت المغذيه والمرطبه جدا للبشره. هضيف بقى دلوقتي المكون التاني، وهي معلقه كده من زيت جوز الهند. انا هحتاج لكبسوله فيتامين اي، والكبسوله دي بتكون فعاله جدا في ترطيب البشره، وبتقضي على البقع وعلى التصبغات، وبتكون مضاده للشيخوخه لانها بتقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه، وتعتبر ماده حافظه لاي وصفه. انا ضفت بقى دلوقتي كبسوله فيتامين اي على باقي المكونات، ودي بتكون خطوه اختياريه، تقدري بقى تفتحيها بالدبوس او بالمقص، بس لو مش متوفره عندك عادي ممكن تستغني عنها. كمان اضافه الزيوت دي بتكون حسب رغبتك، لو حابه بقى انك تستبدلي زيت اللوز الحلو ممكن تستبدلي بزيت الليمون او زيت اللافندر، او تضيفي برضو معلقه من زيت الليمون او زيت اللافندر مع زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند، ده بيكون حسب رغبتك، هيدي للوصفه برضو ريحه حلوه جدا. هبتدي بقى دلوقتي بخلط كل المكونات دي مع بعض. يبقى انا كده ضفت جل الصبار الطبيعي مع زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو وكبسوله فيتامين اي. هخلط بقى دلوقتي كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، لازم بقى اخلطها لمده كافيه لغايه ما الخليط ده يبقى لونه ابيض ولونه يفتح. ممكن بقى تستخدمي المضرب اليدوي في خلط المكونات دي، هيسهل معاكي الخطوه دي. هخلطها بقى كويس جدا، هوريكم بس شكل المكونات بعد ما خلطتها حوالي دقيقه واحده بس. شايفين بقى قوامها، لسه هكمل خلط كمان بس انا حبيت ان انا اوريكم شكلها، كل ما بتخلطيها كل ما بتتغير ازاي في الشكل. هكمل بقى خلطها، خلطتها بقى كده بالمضرب اليدوي ادتني نتيجة سريعة، شايفين بقى قومة كده بقت نتيجته هايلة، وكل ما تخلطيها اكتر كمان كل ما تديكي نتيجة افضل. وده بيكون بقى الشكل النهائي للسيروم بعد ما خلطته كويس جدا، شايفين لونه افتح ازاي وبقى قومة حلو جدا. بكده خلاص بيكون جاهز للاستخدام. هجيب بقى دلوقتي علبة نظيفة، انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وهبتدي بقى دلوقتي اضيف فيها السيروم.
ده بيكون بقى الشكل النهائي للسيروم بعد ما تفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام في التلاجة لمدة شهر. بس لو حابة بقى انك تحتفظي بيه خارج التلاجة هيفضل صالح للاستخدام من 10 ل 15 يوم، بس يفضل انت تعملي كمية صغيرة وبعد كده تجدديها، ده بيكون افضل عشان تحافظي على صلاحيته وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام السيروم. السيروم ده لازم استخدمه على بشرة تكون نظيفة، يعني لازم اغسل بشرتي في الاول كويس جدا وانشفها، ويفضل كمان ان انا استخدمه بعد استخدام الغسول. بعد كده بقى بتاخدي من السيروم ده بتديني بيه كامل الوجه والرقبة والايدين واي منطقة يكون بيها تجاعيد او ترهلات كمان في الجسم، بيكون مفيد جدا. وتدلكيه بقى باطراف اصابع ايديكي لغاية ما تتشربوا البشرة تماما، وهتسيبيه بقى على البشرة من بالليل لغاية الصبح، فيكون افضل وقت لاستخدامه يكون بالليل قبل النوم. هتسيبي بقى السيروم على بشرتك من بالليل لغاية الصبح، خلال فترة النوم دي بشرتك هتستفيد كويس جدا بكل مكوناته. في الصبح بقى مش هيبقى فيه اي داعي انك تغسليه، لان كل مكوناته هتمتصها البشرة بكل سهولة، كمان كل مكوناته بتكون مفيدة جدا للبشرة. هتداومي بقى على استخدام السيروم بنفس الطريقة دي 3 مرات في الأسبوع. أول شهر هتستخدميه 3 مرات أسبوعيا، وتاني شهر هتستخدميه مرتين بس في الأسبوع، والشهر اللي بعد كده هتستخدميه مرة واحدة بس كل أسبوع. وهتداومي بقى على استخدامه هيديكي نتائج أكتر من هايلة. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام سيروم جل الصبار الطبيعي هيديكي نتائج أكتر من هايلة في ترطيب البشرة. هو مرطب رائع، وأول خطوة بقى في الحفاظ على الشباب الدائم لبشرتك هو ترطيب البشرة. كل ما هتحافظي على ترطيب بشرتك كل ما هتحافظي على شبابها الدائم. السيروم ده بيكون مضاد للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبيدي لبشرتك نضارة وترطيب ونعومة هايلة. السيروم ده كمان بيكون فعال في علاج الترهلات، بيقضي عليها تماما، وكمان بيكون آمن جدا في الاستخدام في منطقة حول العين. تقدري بقى تعملي بيه مساج خفيف جدا في المنطقة دي، بيقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة حول العين. السيروم ده هيكون من أفضل وأقوى الوصفات الطبيعية اللي ممكن تستخدميها للحفاظ على الشباب الدائم لبشرتك. نتيجته بأمانة بتكون مبهرة، هيحل جميع مشاكل بشرتك. فوق كمان إن هو بيرطب البشرة ويحافظ على الشباب الدائم لبشرتك، هو كمان بيبيض البشرة جدا ويوحد لونها، وبيقضي كمان على البقع الداكنة، يعني بتكون فوائده بلا حصر. ممكن نشوف كمان دلوقتي بقى قوام السيروم، شايفين بقى قوامه، نتيجته هايلة. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.